حبيت أعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. حبيت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل جاي جايب وياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من عايش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة واني. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من عايش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحياة والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة واني. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية المتعاش وقت ما نسبناش. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسبناش. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة أواني. ما صدق أولاد الكلب هيقعدوا يعيدوا ويزيدوا في الموضوع اللي حصل امبارح ده. هيعملوها حدوته. مش معقول كده يا هان. لازم تنجش. مهدد! سوري. بس انا وجهه نظري ان حضرتك يعني ايه؟ انا مش محتاجه حد يفكر لي. اتفضل. اوكي. هدوم ابو كمال. انا وشفا بقالي كتير ما اكلتش اكل الجمبري بالطعامه دي. بيجي لي مخصوص كل اسبوع من السويس. مفيش جديد على اللي حصل في المستشفى؟ تفتكر مين ورا الموضوع ده؟ مفيش غيرهم. فريد حسان؟ طبعا هي دي طريقتهم. لو جت لهم على الطبطاب آخر بستغرب. اللي حصل ده مستحيل كان يحصل قبل كده. من ساعة ما البلد اتقلبت مفيش حاجة بقت مستحيلة. إيه؟ بتحن الأيام زمان ولا إيه؟ يا راجل فلا الله ولا فالك. كانت أيام عجيبة. لا 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 كمال. معلش حقك عليا.
خلوهم يطلبوا لي فوار حسن قولوني ابتدى يشتغل. انا مش فاهم يعني ايه مش قادر تتصرف معاهم؟ هو انا هعرفك شغلك يا شريف؟ يا فندم بينكروا ان في حد محرضهم، ده غير ان كل ما نسالهم على حاجه يتدروشوا ويقعدوا يقروا اذكار ويحاسبنا، وهي دي حاجه جديده؟ بصراحه يا فندم انا شايف الداخليه هي اللي المفروض تتعامل معاهم، هما اللي بيعرفوا يتصرفوا في الحاجات دي، احنا عندنا حاجات اهم. انا اللي احدد ايه هو المفروض وايه هو المهم؟ ولا انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ العفو يا فندم ما اقصدش. بكره الصبح عايز اعترف مسجل من العيال دي ان فريد حسان هو اللي ورا الموضوع ده وهو اللي بيحرضه. او اي حد تعرفه. تمام سيادتك. لسه ما عرفتوش الجهه اللي خدتهم؟ بس اكيد مش الداخليه. والا كنا عرفنا طبعا يا بني ادم. طب اسمعني بقى. ابعت المحامين بسرعه. وجهز الصحفيين عشان يبتدوا يعملوا القلق بتاعهم. قول لي اللي اتقبض عليهم بدقون ولا من غير؟ كويس قوي. ابعت الصحفيين والمحامين بس اللي من غير دقون. يلا بسرعه. بقول لك ايه؟ يلا 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 ربنا معانا، ربنا معانا ان شاء الله. مع الف سلامه. شد حيلكم يا جماعه، شد حيلكم، خلصوا لنا الموضوع ده بسرعه. يلا. ايوه يا حاجه. ازيك وازاي صحتك؟ وصحتها اللي معاك كويس؟ طيب الحمد لله. عملت العمره ولا لسه؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا ستي، تقبل الله. الحمد لله عمره مقبوله باذن الله. طيب الحمد لله، الحمد لله. سامح؟ ايوه 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 ايوه. انا بعته بيقضي لنا شويه مصالح كده في اسطنبول. هيرجع، هيرجع بدري ان شاء الله. طيب ما تنسيناش في الدعاء. ادعي لنا بقى يا حاجه ان ربنا ينصرنا. ادعي يا حاجه، ادعي. يا حاجه على فكره انت وحشتيني جدا جدا جدا، مش قادر اقول لك انا عامل ايه فيك. طيب طيب يا ستي، مع الف سلامه، في انتظارك. مع السلامه يا حاجه، مع السلامه. دي توريطة بقى ولا ايه؟ على فكرة أنا ابتديت أقلق. كل اللي عملوا كده اتشدوا. هما مين؟ أكيد الموضوع ده ورا حد. التيار الديني لسه ليهم ناس في أماكن كتير، خصوصا الأماكن اللي بتقدم خدمات. بس أنا مش عايز سيادتك تقلقي، أنا هلم كل حاجة. يا سيادة اللواء، من ساعة اللي حصل للريس ده وأنا عندي كل يوم مشكلة، وأنت عمال تقولي ما تقلقيش ما تقلقيش ما تقلقيش. أنا أصلي مش زيكم، ما بعرفش أتحكم في مشاعري، ما بعرفش أخد المواضيع بهدوء. أنا عندي كل يوم كارثة في البلد. أنت ما كنتيش كده أيام الانتخابات، كنت دايما بتاخدي المواضيع بهدوء لدرجة اني فكرت انك تشتغلي معانا. ما كنتش وصلت لهنا، ما كنتش لسه قاعد على الكرسي ده، ما كانش عندي حاجة اخسرها ساعتها. لكن دلوقتي زي ما قلت لك امبارح، انا عملت خطة وهبتدي الم كل حاجة، وطبعا سيادتك هتساعديني اكيد. هنقابل قدامنا عقبات يمكن تعطلنا شويه، لأننا مش لوحدنا في البلد. بعد اللي حصل لسيادة الرئيس الوضع بقى مهزوز، مش زي الأول بعد ما كانت الدنيا يا دوب هتستقر. بس أنا هقول لك زي ما قلت لك يوم نتيجة الانتخابات، إحنا دلوقتي خلاص بقينا في مركب واحدة. أنا هستأذن عشان أتابع الموضوع بنفسي. ميرسي يا ست.
انا مش موافق على اللي بيحصل ده. مش معقول نسيب سامح يحصل فيه كده. ده مهما كان برضو واحد مننا. كان واحد مننا. اللي ما فكرش بيا في الحمله بتاعتي يبقى مش مننا. ايوه يا هاشم، بس لازم برضو نقف جنبه. الموقف اللي هو فيه ده احنا السبب فيه. مش احنا يا استاذ عبد الجليل. هو شخص معين. الشخص اللي انت بتقصده ده هو اللي انقذ الموقف. ساعة لما كنا بنتخانق وبنلف حوالين نفسنا هي اللي لقت الحل. يا هاشم بيه الموضوع مش بس المشكلة اللي فيها سامح. احنا حتى لو فكرنا بشكل علني فاحنا عندنا مشكلة برضه. مشكلة ايه؟ جزء كبير من الشباب اللي كانوا بيساعدونا في الحملة والدعاية متضامنين مع سامح، لأن سامح هو اللي كان جايبهم وهو اللي كان متولي أمورهم. واحنا كده بنخسرهم وبنخسر مجهودهم. طبعا. ده غير بقى الزملاء اللي هيقفوا معايا وده برضه هيأثر علينا. يا هاشم احنا في مرحلة حساسة. مهلة التقديم قربت واحنا لسه بنلم أصوات من المحافظات. احنا محتاجين كل إيد تساعد. اللي ما يشتغلش لمصلحتي ومصلحة الحملة يبقى ناقص منه. ما يلزمنيش. ولا باختصار وبدون مقدمات، انا عارف ان في منكم اللي متضايق عشان اللي حصل لسامح. عارف كمان ان في منكم اللي ممكن يكون متضامن معاه، وده شيء من يعنيش. كل واحد حر في رايه، بس اللي عايزكم تعرفوه كويس ان انتوا لما انضميتوا للحمله دي انضميتوا عشان خاطر هاشم الرئيس، عشان مؤمنين بيه وباهدافه، مش عشان خاطر سامح. سامح زميلكم، ساعدوه زي ما انتوا عاوزينه باي طريقه. اللي عايز ينسحب هو حر، بس يعلم موقفه من دلوقتي، لان مش هسامح اي حد انه يوقعني في نص الطريق. عايزكم تعرفوا حاجه اخيره، ان الحمله دي مش قايمه على حد، ايا كان هو مين. انا رشحت نفسي لرئاسه البلد ومش هسمح لحد اي حد انه يلوي دراعي، والا مش هستحق اكون في المنصب ده. اتفضلوا يا سيدي. بقول لك الموضوع اللي باسمي، انا متهم بالتحريض على العنف والتسبب في موت واحد. انا بصراحه مش فاهم ازاي يعني هاشم الرئيس يسيبك كده تواجه الموقف ده لوحدك. هو اللي سلمني. هاشم بعني عمر، بس انا السبب. انا اللي سبتها تتسحب قدام عينيا ولا عملت لها اي حاجه. هاشم بعني واشترك كلبه اللي اسمها مريم. مريم؟ طيب وايه علاقتها في الموضوع؟ خلاص يا حضرات، مش ينفع اقول لك دلوقتي، بس مريم هي اللي ورا كل ده. بس انت قلقتني كده. متشكرين يا فندم. على ايه يا راجل؟ ده حقكم. وبعدين ما صاحبك طلع متوصى عليه جامد قوي، يعني الحبس مش هيتجدد. ازاي؟ هتعرف دلوقتي. هي القرارات دلوقتي يا هاشم بقت تتاخد بشكل منفرد كده. خدت مشورة مين؟ ها؟ خدت رأي مين علشان تعين مريم في الحملة؟ مش لازم أخد رأي الحملة كلها في أي قرار باخده، خصوصا لو كانت حاجة بسيطة زي دي يعني. يا هاشم أنت فاهمني كويس، أنا مش قصدي تاخد رأي الحملة كلها طبعا، لكن على الأقل تاخد رأي الدايرة اللي حواليك، الحزب اللي أنت جزء منه، الحزب اللي قرر يرشحك للرئاسة. ما تنساش ان انا مكسب كبير قوي للحزب، ولولايا انا يمكن الحزب ده ما كانش هيبقى له وجود اصلا. قصدك ايه؟ اظن الناس اللي بتأيدني بره ملهاش دعوه بالحزب، يمكن اغلبهم ما يعرفش اسم الحزب اصلا. يا صديقي البلد دي ما فيهاش احزاب تقدر تنجح حد، البلد دي كلها جامعات وقبائل وبس. على فكره كلامك بدأ يتغير يا هشام. عشان احنا بدأنا نقرب. نقرب قوي. لو عملنا أي خطوة غلط هتخسرنا كل حاجة. كل تعبنا هيروح. فشوش. لازم تفكر في المصلحة. المصلحة بس. مصلحة؟
مصلحه ازاي يا هاشم؟ خدمه البلد والناس مجرد كلام انتخابات وبس؟ هنخدم البلد والناس وهنعمل كل اللي احنا عاوزينه ازاي؟ مش لازم ننجح ونحكم؟ اتعلم اللي فات، محدش يقدر يحقق اي انجاز على الارض الا لو قعد على الكرسي، غير كده كله ضايع في الهوا. عمرنا ما هنتخلى عن مبادئنا، مش هاشم الرئيس اللي يعمل كده، وانت اكتر واحد عارفني. نعم يا جماعه، بس كمان مش لازم نكون مثاليين طول الوقت، لازم نفكر بواقعيه. لازم ندور على مصالحنا اللي هي هتبقى مصلحة البلد. كمال اثبت واجمد عشان احنا قربنا خالص. قربنا قوي وداخلين على المعمعة الكبيرة. سامع اركب، انا عايزك. معلش يا ابني، انا عارف اللي حصل بينك وبين هاشم، وعارف انه باعك بعد ما ساعدته ووقفت جنب حزبه التعبان، لكن هنقول ايه؟ ما هي الدنيا كده، مصالح. علشان كده أنا زاهدها، ما بحبهاش، مش عايز منها أي حاجة، ولا لي غرض فيها غير خدمة الناس والدين لوجه الله تعالى. أنا مش فاهم حاجة. أولا القضية هتتقفل، ثانيا في واحد هيشيلها، ثالثا بقى هي تتأيد يعني قتل خطأ في النهاية، ومفيش أي حد من الأطراف الأخرى اللي تبعكوا هيتحمل وزر الحكاية دي، قصدي اللي تبعهم. وإذا كان هاشم كسب عليا البونت ده، فأنا لازم أدور على أي مكسب أدافع بيه عن نفسي في المرحلة الصعبة اللي أنا فيها دي، وأنت مكسبي. مطلوب؟ عايزك تشتغل معايا، تبقى جزء من حملتي الانتخابية. أنا عندي شيء كبير أوي أنت ممكن تستفيد منه، وأنا عارف إن أنت عندك حاجات كتيرة أوي أنا ممكن أستفيد منها. زي ما قلت لك، أنا زاهد في الدنيا، إنما ما منعش إن الناس تستمتع بيها ويشبعوا منها زي ما هم عايزين. اطلع. لا، ده انت في طريق. بقالي كام يوم عمال اكلم نفسي اقول معقول
معقول بعد الأمر ده كله الناس شايفيني مجرد ترزي؟ شايفيني فنان أصلا؟ في الآخر يجي واحد زي أنيس الكلب ده ينشر عليا حتة عيط صغير؟ الدنيا دي قاسية بقى مريم، قاسية أوي، قاسية. وبنت كلب يا بلد بنفضل طول عمرنا عايشين فيها، بندور على حتة حنينة عشان نرتاح، ويا عالم بقى نلاقي أو ما نلاقيش، واللي ما يلاقيش بيتهرس. اوعى اوعى ترجعي خطوة واحدة عن هدفك، لو تتنسي عن حلم واحد من أحلامك، لو اتنزلتي هتتهرسي زي ما اتهرست. حيلك يا عم ايه؟ انت لا اتهرست ولا حاجة، بلاش بقى شغل المسرح اللي انت واخد عليه ده. لعلمك انا شايفاك زي الفل. خلاص مادام انت شايفاني زي الفل ابقى زي الفل. يلا نروح اي مكان بدل ما انت قاعدني على السلم كده زي الشحاتين. نروح عندك انت جيهان؟ جيهان عندها ظروف. نروح عند عمر. برضه عمر؟ انت غاويه بقى. ايه يا اخي انت على طول كده كسفني قدام روحي. خلاص كويس ان قدام روحك يعني مش قدام حد غريب. يلا بينا. ايه هتروح عند جيهان؟ عند عمر. طيب عند عمر. يا رب يجيب الهواء بسليمة يا رب. تمام. شكرا. ايه طمنيني. الحمد لله يا طنط. الحمد لله. سامح خرج وجاي على هنا. والله العظيم. طب الحمد لله. متزعلوش متزعلوش بعض يا ولا بيزعلنا. لا لا مين ده؟ هو انت يا عم بهجت ما تعرفش تيجي البيت لوحدك ولا ايه؟ لا بيعرف يجي بس هو بيحب يجي معايا. قصدك انت اللي بتيجي معاه ده بيته. هي الحكايه يا عمر، انا من ساعه ما دخلت وانت نازل فيها صرخ. في ايه يعني انت مش عارفه؟ مساء الخير يا هشام. تكون مساء النور. ابن عمك اللي هو ابن عمك كنت هتوديه في 60 داهيه. هاشم الرئيس من اول ما دخلتي حياته والمشاكل نازله فوق دماغه ودماغ عيلته، حتى لو بهجت اللي واقف قدامك اهو، من ساعه ما دخلتي المسرح حياتنا باظت وسيبنا الشغل. تقصد ايه يا عمر؟ اني وشي نحس عليكم؟ انت مالك انت ومال الحزب والحمله؟ وكمال بيشتكي لك اصلا ليه؟ ما يشتكيليش ليه؟ ما انا طول عمري جزء من كل ده. كنتي جزء وجزء مهم، بس خلاص من ساعه ما عدتي تفكري في مستقبلك وطموحك كل ده اتغير. طموح ايه اللي انت بتفكري فيه؟ ومستقبل ايه؟ انا المستقبل. انا قلتلك ما تنخوريش في اللي فات. قلتلك يا ماما ما ينفعش اعرف ان ابويا اللي عمري ما شفته لسه عايش ومفهمني انه ميت. كنت لازم اروح اشوفه. وشفتيه؟ جايباه وجايباهولي ليه؟ انا اللي قلت لها عايزه اشوف امل. وانا مش عاوزه اشوفك، مش عاوزه اسمع صوتك. يا اخي هل عندك دم؟ ده انا بقالي سنين لا شفتك ولا عاوزه اشوفك. هربانه بعيالي عشان ما يعرفوش ان ابوهم هرب وسابهم. انا لو كنت عايزه اشوفهم كنت شفتهم. انا اللي كنت مستخبي منهم. مستخبي علشان تهرب من المسؤوليه ورميتها عليا وشلتها ولا كملت ولا مليت سنين عمري كلها. وسيبني في حالي بقى، سيبني في حالي ومش عايزه اشوف وشك بقى. هبت لي العمر ده كله. يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا ليه؟ ايه؟ عمي؟ طب امرت ايه؟ اني اول ما دخلت عليكم
سيادتك كنت واخد الاوسكار والبي كان من ذوي الاملاك. انتوا الاثنين كنتوا شغالين في فرقه درجه ثالثه. حتى المسرحيات اللي كنتوا بتعملوها كانت مسرحيات واقعه. لما كان بيتفرج عليها 10 تنفار كنتوا بتزغرطوا وتعملوا فرح. انت نفسك الفلوس كانت في ايديك لما سبت الشغل ده ومشيت في طريق الصح. اما بقى الاستاذ بهجت بكره اوريك هو هيوصل فين وهيبقى ايه. اما هاشم الرئيس اللي انت بتقول لي ان انا كان وشي نحس عليه، لولايا انا وقفتي جنبه كان زمانه خسر، ما كانش دخل الانتخابات من اصله. وسامح ابن عمي طول عمره واطي، حتى اخرته كانت واطيه زيه. اسمع يا عمر، ما تقعدش تقنع نفسك ان انا انسانه وحشه. انت عارف ان انا انسانه ذكيه وماشيه في الطريق الصح ومتاكد من كده. وعلى فكره الفرق بيني وبينك مش كبير، احنا الاثنين شبه بعض، كل واحد بيفكر في مصلحته. لكن انت الغرور والانا اللي انت فيهم مخلينك مش عايز تقول كده، مستخبي لي ورا شويه اخلاق ومبادئ وكلام فاضي. اول ما عينيك بتقع على المصلحه بتجري عليها اوام وبترمي كل الكلام ده ورا ظهرك. واذا كان وشي نحس عليكم فانا اسفه قوي. اوعدك من هنا ورايح انك مش هتشوف وشي ده تاني. تصبح على خير بقى. أنا غلطان إني جيت أزورك لما عرفت إنك مكسورة. وأنا طول عمري مكسورة يا أخويا، عملت لي إيه؟ عملت لي إيه أنا وبناتك؟ جيت بصيت علينا مرة وشفتنا محتاجين إيه؟ أنت انتهيت، انتهيت بالنسبة لي من يوم ما رميت لي ورق الطلاق. أوعى تفتكر إن أنا عشان ما اتجوزتش وأقع في حبالك الدايبة يا أخويا ولا مش قادرة أنساك، أنت أوطى من إن حد يفتكرك أساساً. لا بقى هي مش فجرت بق. ما تنسيش نفسك يا ست هاني وتلبسيني القضية. افهمي. والله كل همك تلمي فلوس وخلاص، حتى لو فضلتي محبوسه في مكان واحد طول عمرك. انما انا بقى طير، طير حر ما بحبش الحبس. لو اتحبست اموت. انا يعني ما اتحبستش؟ مش عيب، جربت وغلطت ودفعت الثمن، بس شفت الدنيا وعشتها. ربنا ما خلقش الدنيا عشان نتفرج عليها من الشباك يا ست هاني. ربنا خلق لنا الدنيا علشان نعيشها. ايوه نعيشها، بس نعيشها ازاي؟ واذا كانت كل جريمتي معاك اللي طلقتني علشانها اني كنت بلمني فلوس عشان اربي بناتي واوقفهم على رجليهم واعمل لهم مستقبل، تبقى انت فعلا اوطى ما خلق الله. وعلى فكره بقى انت بالنسبه لي ميت، ميت والله ميت ميت. سبحان الله، ولا فعلك بعيده ولا يعني هديه لسانك بينقط زلط. ايه ده؟ والله ليها حق مريم تطفش منك. روح بالك يا حبيبتي لما تخرجي من السجن ده، وساعتها هتلاقي دنيا ابوكي فاتح لك فيها دراعاتها. اه دنيا الصياعه والضياعه والبرش ان شاء الله. بقول لك ايه؟ خرج لي الراجل ده بره، خرجوني بره. مش عايز يا جدعان، حرام عليكم بقى. عمي من فضلك كفايه كده. خلاص خلاص انا ماشي. وعلى انا اللي كنت عايز ادخل عليكي بشويه ورد وديلك على الجبس لتك الهم. يا ساتر يا رب. استنيك يا منوله. ها باي باي يا حبيبتي. اف اف يا هانم، انت حتى دورك كأم ما بقيتنيش تقومي بيه. تقدري تقولي لي دلوقتي انت تعرفي ابنك فين ولا بيعمل ايه ولا بنتك فين ولا بتعمل ايه؟ ها حتى دورك الاساسي الاساسي ما بقتيش تقومي بيه. انت قايم بدورك كويس؟ هاشم، امتى اخر مره قعدنا فيه مع بعض لوحدنا؟ امتى اخر مره سهرنا، خرجنا نتعشى نتفسح؟ انت زي ما بتطلب مني ان انا اكون زوجة وام،
محمد لازم تكون أب وزوج. سمية، أنا مش فاضي للمشاعر والعواطف والكلام الفاضي ده. أنت اخترت إنك تبعدي، بقى تبعدي خالص لغاية لما أخلص المهمة دي، فاهماني ولا لأ؟ بس أنا عاوز أسألك سؤال واحد وجاوبيني عليه. الأهم دكتورة ولا سيدة الأولى؟ السيدة الأولى. جاوبيني. في كام دكتورة بيتقال لها يا دكتورة هنا في مصر؟ آلاف، لكن هي واحدة بس اللي هيتقال لها حرم الرئيس، حرم الرئيس. عموما كل ده مش شاغلني دلوقتي، اللي شاغلني حاجة واحدة بس، إن أنا أكون رئيس البلد دي. فاهمة يعني إيه رئيس البلد دي؟ أي حد هيقف قصاد طموحي ده أنا هتخلى عنه، فاهمة يعني إيه؟ هتخلى عنه. احنا هنصور المكتب الاول. اه ايه رايك؟ تمام. تسمح لي؟ اه اتفضلي. احنا هنبتدي الاول في البرنامج الانتخابي، وبعد كده هنشوف بقى هنتكلم في الحاجات اللي حضرتك كنت ادتني. انت هتسمعيني ولا هتفضلي قاعده مندهشه وحتى غلك في السلطات؟ انا سامعاك يا بهجت، بس برضه حاضر متنكده ومندهشه. ماشي يا ستي. بصي بقى يا بنت الحلال، هاشم ده ايه؟ مش راجل زي اي راجل، واي راجل بتشد انتباهه الست الجميله. والست الذكيه؟ لا، الست الذكيه دي بتشد عقله. وبتهيألي انت نجحتي في الحكايه دي خلاص. عشان ذكيه يعني؟ وجميله كمان. ولازم نعمل استرس على الحكايه الجميله دي. لازم بقى تهتمي وتدروزي جمال. أقولك، أنا عندي واحد صاحبي من أهم الناس اللي بيتاجروا في الملابس الحريم والإكسسوارات، هاخدك ونعمل له زيارة. تفتكر الحاجات دي هتفرق مع هاشم؟ طبعًا، أنا التاتش بتاعي بيفرق مع أي راجل. يا رب يجيب بفايدة. إن شاء الله بفايدة، أنت كل اللي عليكي إنك تلبسي وتنطلقي. تعالي يا عمر، تعالي. اتفضل، ادخل. ما يبقاش دم كتير بقى وعدوانية بقى. الله. اتفضل يا عمر، اتفضل. اهدي يا مريم. تعالى يا عمر، تعالى اقعد مكاني وانا هطلع على البر الف سجاره. تعالى يا جيجي. مساء الخير. مساء النور. كنت بفكر طول الطريق في هديه اجيبها لك. ما عرفتش يناسبك الصراحه. ما كانش قدامي غير حاجه واحده بس ما ينفعش بنت تقول عليها لا. اتفضلي. شوكولاتة. جاي تعتذر لي يعني؟ أيوه، أنا جاي أعتذر لك. أنا آسف يا مريم. يعني أنت بتعترف إن أنت كنت في منتهى قلة الذوق معايا؟ ما خلاص يا مريم، الله، الراجل بيعتذر لك يعمل إيه يعني؟ وأنت مالك أنت؟ خليك في اللي أنت فيه. أوكي. لو وجودي مضايق كده انا ممكن امشي فعلا. عمر، احنا لو فضلنا على الحال ده كتير انا وانت في الاخر هنموت بعض. انا ايه حال؟ انا ما انكرش ان انا معجبه بيك، وعارفه ان انت كمان معجب بيا، بس خلينا اصحاب زي ما اتفقنا. انت متاكد ان مفيش اخر ليا انا وانت؟ مفيش طريق تاني نوصل له؟ مش يمكن احنا اللي بنصعبها على بعض زي ما كنت بتقولي في الأول؟ عمر، أنا خلاص اخترت طريقي واخترت مستقبلي اللي أنا بحلم بيه، وإحنا أصحاب هتقدر تقف جنبي. أنت لو بتحبني بجد هتحبلي النجاح، هتساعدني، هتبقى راجل في ظهري. عموما أنا ما خرجتش أوي من دايرة الصحاب عشان الدايرة اللي برجع لها تاني. اعملي اللي أنت عايزاه يا مريم، وهتلاقيني راجل في ظهرك فعلا لو انت احتجتيني. انا جاي اعتذر لك عشان اتحنقت عليكي، مش جاي اطلب اي حاجه تانيه.
عمر من فضلك ما تزعلش مني. أنا بجد مش عايزة أخسرك. أنا لو كذبت عليك هخسرك سواء دلوقتي أو بعدين. ايه اللي حصل؟ اتفقنا نبقى اصحاب. اصحاب؟ ابقي قابليني يا بنت على مهلك. انتي بتدعكي البنطلون ولا الكنبه مخمطيني؟ استغفر الله العظيم يا رب. جبني شبط بعض يا ريس عشان خاطر الموضوع اللي انت عارفه. ايوه كده. بروح اقول لهم انا جاي. ايوه كده. شاطر. جدع. استغفر الله. في ايه يا راجل؟ في ايه يا راجل؟ استهدى بالله يا ابني. العيال صوتها عالي يا نجا. هروح اربيهم وارجع. استنى بس انا خايفه على مهلك يا رجب. ده على طول كده. استغفر الله العظيم يا رب. في ايه يا نجا؟ مالك يا نجا؟ صدري واجعني. طب اعمل لك حاجه تشربيها، اغلي لك حاجه، اعمل لك حاجه تشربيها وقولي لي بس. ايدك حنينه يا بت، ما بتفكريش تتجوزي؟ انت وشك اصفر، اغلي لك حاجه، اغلي لك نعناع. ما بتفكريش تتجوزي؟ انا جربت نفسي في موضوع الجواز ده بدل المره اتنين وما نفعش. اللي ما لدش عليه وطلق، واللي ما لدش عليه ومات. حظي كده بقى يا نوجة. ورجب بترفع سلاح على الجند يا نيمو؟ ترفع سلاح على اخوك؟ متعرفش ان الراجل ما ينفعش يطلع سلاحه ويرده نضيف؟ بتتخانق علشان خاطر مرة؟ في خصها اللي جابوكوا. عايزين تسيحوا دم بعض يبقى بره منطقتي. تخرجوا انتوا الاثنين، واحد فيكم يرجع لي رافع راسه. انا هنا الامن والامان، فاهمين يا بقر؟ احب على راس اخوك يا إيمو. زي ما قلت لكم، احنا عايزين شباب الحمله كلها يبقى موجود. احنا ممكن نتهاجم في اي لحظه، ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل كمان شويه. في ايه اللي جابك دلوقتي؟ جات لي رساله على التليفون. انا بقى جات لي غلط، انا قلت لهم يجمعوا الشباب بس. هو في ايه؟ رجاله من الجماعات اللي ورا ابراهيم عثمان شبطوا مع العيال بتوع صابر علي وطلعوا وراه على مكتبه وحرقوا المكان كله. وهو صابر علي وراه الرجاله عشان يتخانقوا له؟ هو ده بالظبط نفس السؤال اللي انا سالته. مش عارف نعمل ايه. يا هشام انت جايب بنفسك، ما ينفعش. مش وقته. هو اللي وصل لنا اي تهديد من الجماعات دي او جالنا حاجه على النت؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن انت عارف العيال دول بالذات ممكن تركبهم الشوطه زي المره اللي فاتت ويحرقوا باقي مقرات الاحزاب. ربنا يستر، ربنا يستر. على فكرة حالة الرعب اللي بره دي مش كويسة. عايزانا يعني نعمل ايه؟ تحمي ظهرك بجد، تجيب حواليك شوية شباب رجالة في الشارع، ولاد بلد، هما دول الظهر والعزوة. طب ما نأجر بلطجية أحسن. أنا ما قلتش بلطجية، أنا قلت الشباب المتحمس لك اللي بيحبك اللي عايزك تبقى رئيس. أنت عاوز أنا إيه؟ نزود فوضى على الفوضى اللي موجودة في البلد؟ أمال دور الشرطة إيه؟ البلد دي ما بتحبش غير الراجل القوي ده لو أنت عايز تكسب أصواتهم.
اما الكلاب اللي بره دول لازم يعملوا حسابك مليون مره قبل ما يقربوا لك. اديني الضوء الاخضر وانا هجهز لك كل حاجه. في ماضي لازم يتنسي ويتداري.